حقنة الستيرويد فوق الجافية أو ما يعرف بالأبيديورال ستيرويد إنجكشن هي إحدى الإجراءات الطبية الهامة من علاجات إدارة الألم. هي نوع من التخدير الموضعي الذي يستخدم لتخفيف الألم في العمود الفقري والأطراف الناتج عن الانزلاق الغضروفي أو فتق في الديسك. يتم حقن الدواء في المنطقة المحيطة بالحبل الشوكي وحول الأعصاب مما يمنع الإحساس بالألم في هذه المنطقة ويساعد على السيطرة على الألم المزمن أو الحاد. يتم إجراء الحقنة عادة تحت التوجيه بالأشعة السينية الأكس راي، وتعتبر حقنة ستيرويد حلاً فعالاً للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة التي لم تستجب للعلاجات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تخفف من الألم الناتج عن الضغط على الأعصاب بسبب الانزلاق الغضروفي، كما يمكن أن تقلل من الحاجة إلى تناول المسكنات الفموية أو الوريدية مما يقلل من الأثار الجانبية المرتبطة بهذه الأدوية. إن ردود الفعل التحسسية نادرة جداً، ولكن قد تكون لدى بعض الأشخاص حساسية تجاه الأدوية المستخدمة خلال هذا الإجراء. يعد هذا النوع من العلاجات خياراً آمناً وموثوقاً للعديد من المرضى، مما يساعد على العودة إلى الأنشطة اليومية براحة أكبر. وكما هو الحال مع أي إجراء طبي، من المهم مناقشة كل الخيارات والمخاطر مع الطبيب المختص لضمان أفضل النتائج الممكنة.